مستمعينا الكرام صباح النور عليكم، صباح الخير، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو وبرنامجكم صحة وسلامة. صباح الصحة والسلامة على الجميع، تحياتي الخالصة لكم أوفيائنا فينما كنتوا، دائما لقاء ممتع جدا برفقكم، فكنرحبوا بكل أوفيائنا وكنتمنوا لكم صبيحة سعيدة شهية طيبة لكل من وعلى مادة الإفطار، طريق سلامة لكل من وعلى الطريق، ويومكم سعيد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا اللقاء المباشر اللي كيجمعنا بكم حتى العشرة. واليوم ككل يوم خميس حضر معنا ومشرفنا الدكتور مصطفى الودغيري، اخصائي في الطب الباطني وطب المسنين. مرحبا بك دكتور مصطفى. صباح الخير استاذ سكينه، صباح النور طيبه جميع المستمعين والمستمعات ميد غاديو. مرحبا، مشرفنا ومنورنا كالعاده. كي داير مع التقلبات الجويه؟ الحمد لله. القضيه راه كتكون صعيبه في هاد لو شونجمون دو كليما. الصباح كاين البرد، يعني كنعيشوا لي 4 سيزون تقريبا في نفس اليوم. ولينا لندن. نعم، الله يقدرنا يا رب. دكتور اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع مهم بزاف بزاف. نعم. بصراحه كيبدا الكلام على هذا الموضوع هذا ملي كتوصل المراه لسن الامل. نعم. او لسن يعني المينوبوز، كيبدا يتطرح هذا السؤال هذا، ولكن السؤال الطبي هو واش المشكل عند غير عند المراه اللي كتوصل لمرحله ديال سن الامل، او انه كيقدر يكون عند الرجل، او انه يقدر يكون عند شباب، او انه مرتبط بالصحه ديال العظم الى غير ذلك. نعم. ولينا كنسمعوها يمكن شي مرات طوندونس او لا صيحه الفيتامين دي، ناخذوه كومبريمي، ناخذوه ديز انجيكسيون، راه خاص لا حكا، راه عندها يعني تساقط في الشعر، عندها مشاكل في البشره، عندها مشاكل في العظم، عندها عندها عندها، راه مونك دو فيتامين دي، رغم انه حنا في بلاد مشمسه، عندنا الشمس مزيان، يعني كنتعرضوا للشمس، الا انه الصبح كيتطرح هذا المشكل هذا اللي ما كانش كيتطرح شحال هادي. ما عمرنا ما كنا كنسمعوا عند جدودنا وعند الناس اللي قبل منا حكا راه عندهم المونك دو فيتامين دي. كنا كنسمعوا امراض اخرى اللي يمكن تكون انقرضات دابا، ولكن دابا ولينا كنسمعوا هاد هذا المشكل هذا، هذا مشكل صحي واضح وبارز عند عدد الناس. نعم الاخت سكينه، فعلا بحال قلتي، انا فعلا ما كناش كنسمعوا على فيتامين دي هذه اكثر من 10 ولا 15 سنه. يعني كنا كنسمعوا على فيتامين دي، كنا كنمشيو للفيتامين دي كنشوفوا عند الطفل الوقايه من المشكل ديال المشكل ديال الغاشيتيزم، يعني المشكل ديال الهشاشه العظام عند الاطفال والهشاش ديال العظام اللي ما كانش عندهم واحد الكميه كافيه من فيتامين دي. كنا كنسمعوا كذاك الجرعه اللي كتعطى دائما عند الطفل يعني في السن المبكر، كنعطوا ديك الجرعه في الاول، كنعاودوها 6 شهور من بعد، يعني كتكون من ناحيه الوقايه. لكن مع هذه السنوات الاخيره فعلا تبين ان المشكل ابعد من هذا، يعني مشكل ديال الفيتامين دي هو مشكل واضح، مشكل كيقدر يتسبب في مجموعه من المشاكل الصحيه عند الشخص. فقط ماشي فقط المشكل انه الفيتامين دي فعلا عنده دور مهم في صلابه العظام وتقويه العضلات، يعني الاساس من هذا الفيتامين، ولكن اكثر من هذا الابحاث بينت بانها ماشي فقط كفيتامين دي، ولكن كتعتبر كهرمون، لان كتدخل واحد مجموعه ديال الوظائف في الاعضاء ديالنا، عنده واحد المهام كثيره وكثيره جدا اللي غنطرقوا لها يمكن في هذه الحصه او لا في الحصه المقبله ان شاء الله، لان بغينا نعطيو الوقت الكافي، لان صراحه كيتقال كثير على هذا المشكل ديال فيتامين دي. الابحاث يوميه بالالاف الابحاث كتصدر كل سنه، كتقال بشكل الكثير، ربما الامور هي صحيحه، ربما الامور يعني اكثر، يعني نقولوا انها تعطاتها اهميه اكثر من اللازم. فالمهم ان نوضحوا ونلاقي هذا المشكل هذا، شنو هي الفيتامين دي، شنو الدور ديالها اللي كتنقص، شنو كتقدر تسبب، ماشي اي حاجه. اللي كنلاحظوا ان الشخص عنده واحد المشكل معين كيمشي عند الطبيب كيلقى الفيتامين دي، كيربط جميع الاعراض اللي كيحس بها بالفيتامين دي. وهذا خطا، يعني هذا خطا، لان الفيتامين دي فعلا غنتكلموا على الدور ديالها، ولكن ماشي اي واحد حس بشي حاجه راه الفيتامين دي السبب. يعني دكتور قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الموضوع، انا بغيت نطرح واحد التساؤل. نعم. لانه بدينا كنتبناو واحد الثقافه طبيه وقائيه، دابا الناس بدات كتبنى نوعا ما هاد النوع من التطبيب الا بغينا نعتبروه مدرسه حتى هو. نعم. ولينا كنسمعوا هاد لي توندونس، البروبيوتيك يتخاد من لا بارافارماسي ولا من لا فارماسي، يتخاد الفيتامين دي، الفيتامين او، سيلينيوم، الفيتامين سي بواحد الطريقه مركزه، يعني الناس بدات هاد النوع من، واش فعلا يمكن الماكله ديالنا وطريقه العيش ديالنا غير متوازنه، الشيء اللي كيخلينا اننا نحتاجوا مكملات غذائيه. نعم. طبيه وعندها مكونات يعني لا بغينا نقولوا كيميائيه. نعم.
اولا هذا الشيء الا بغينا نعتبره حتى هو موضه من الموضات الصحيه، لان الصحه راه واحد الوقيته ما كناش كنسمعوا مثلا لو بيان اتر وسبا الى غير ذلك. دابا ولينا كنسمعوا هاد المصطلحات والناس بداو كيتعاطوا مع هاد الامور هذه. يعني واش هاد الشيء نعتبره صحه من الصحات، او انه فعلا راه ضروره طبيه ومشكل اللي كاين وصبحنا كنلقاو مكملات اللي كتعاوننا باش نتجاوزوا هاد المشاكل هذه؟ نعم الاخت، كاينه في المساله مهمه جدا، لان هاد باش ناكدوا على الامور انه يعني يجب اعاده النظر في مجموعه الامور اللي كنقوم بها يوميا، لا من ناحيه النظام الغذائي ديالنا، لا من ناحيه نظام العيش ديالنا، لا من ناحيه العمل، لا من ناحيه النوم، مجموعه مع الاسف مع هذا يعني دخول التكنولوجيا، مجموعه ديال الامور اللي غيرت مع الاسف لا سواء النظام الغذائي ديالنا اللي تبدل يعني واحد الشكل كبير جدا، وكذلك حتى من ناحيه شي امور اللي بسيطه كنا كنديروا شحال ما بقيناش كنديروها. فتغيير النوم، وقت النوم تبدل، يعني مع الاسف مسائل التكنولوجيا من ناحيه الوسائل ديال التلفاز او الاورديناتور او المشكل ديال لي سمارت فون، تبدلت مجموعه ديال الامور اللي هي كنا مع الاسف هنا كنلاحظوا ان الناس فعلا كيصاوبوا كثير، يعني كثير قدام التلفزه او بالهاتف ديالهم بقى 3 4 ساعات بلا ما يحس الانسان هذاك العاده اللي كانت عندنا من قبل، اما نعسوا من بعد يعني من بعد العشاء، او يعني انسان يطالع شي كتاب قبل ما ينعس، هاد الامور اللي كنفكروا فيها. ولكن عيشوا وسط لي زوند. فعلا المساله خطيره. كذلك بالنسبه للنظام الغذائي والاساتذه ديال التغذيه غيكونوا تكلموا بالتفاصيل على هاد الامور، دخلت امور هي كثيره اللي هي دخيله على المجتمع ديالنا، لا من ناحيه هاد المعلبات، لا من ناحيه النقليات، لا من ناحيه ولينا يعني كتشوف حتى الشباب ديالنا اللي كيخلي الاكل ديالو ديال البيت وكيمشي ياكل الامور ديال الصنقه كيفضلوها اللي هي غير صحيه تماما، فامور كثيره تبدلات، وبالتالي هادشي كله انعكس سلبا على الصحه ديالنا. فالشرطي المساله انه فعلا كاين واحد النوع من الوعي ديال المواطن، مساله مهمه جدا انه كيعرف امور غادي يبحث يسول عليها، يعرف فين كاين مشكل الخلل منين جاي. فهنا امور ربما لهذه المساله نتكلموا على فيتامين دي كمثال، او امور اخرى نتكلموا من بعد الكالسيوم او الزنك او السيلينيوم امور اخرى. فهنا الانسان ما يبقاش يتسنى حتى يوقع المشكل هذه عيش، فعلا يسول وليد على الدور يدير التحاليل، باش ربما يمشي الانسان لراسو يبدا ياخذ شي امور هذه ما كان نصحوش بها. ربما تصحيح النظام الغذائي وي فعلا ممكن، انه الامور اللي هي صحيه ولا سيدي التغذيه تكلموا عليها، وسيدي الحلمي فعلا من بغا تكلم عليها عده مرات. فهنا يعني مهم، اما باش نمشيو لراسنا ونشريو شي امور من الصيدليه ونبداو ناخذ نتناولوها، هذه القضيه كاينه بزاف في اوروبا، في امريكا كتلقاو كيدخلوا للسوبر مارشي وكعندهم يعني ادويه في متناول، دي كومبليمون نوتريسيون نقولوا، يعني ماشي ادويه، دي كومبليمون، فكياخذوا مسائل هذه فيها الفيتامين دي، هذه فيها الكالسيوم، هذه فيها لو زانك، هذه فيها لا كوندرويتين ديال المفاصل، فكيبقاو يتناولوا داك الشيء مساله غير يعني اعتباطيا فعلا بالضبط. احنا بطبيعه الحال دكتور غادي نوصلوا الدردشه ديالنا اليوم على الفيتامين دي، واكيد ان هذه توطئه مهمه بزاف باش نعرفوا الضروره ديال هذا النوع من العلاجات. بطبيعه الحال توقفوا مع فاصل على نقصر ورجعوا مع الدكتور مصطفى البدغيري، نوصلوا الدردشه ديالنا ونستقبلوا ايضا مكالماتكم. كل يوم مجموعة من المنتوجات دامتي في انتظارك لالا مولاتي، بالإضافة لهدية رائعة واللي هي سلسلة ديال الذهب في انتظارك كل شهر. دامتي، دامت البنة بعطرية 100% بيو، دامتي بين اللذة والصحة جمعتي. صحة وسلامة من 2 حتى الجمعة، من 9 حتى 10 على ميد غادو، الإذاعة القريبة منكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم، كنرحبوا بكل اوفيائنا بكل مستمعينا، ودائما حاضر معنا ومشرفنا الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وطب المسنين. حديثنا اليوم عن فيتامين دي، ويمكن نعتبره فقط توطئه اليوم لانه حديثنا غيستمر على هذا الموضوع وعلاقته بطبيعه الحال بالاعضاء ديالنا، وعلاقته ايضا طريقته العلاجيه او لا فاش يمكن اننا بطبيعه الحال ناخذوه. فاليوم نعتبره افتتاح الشهيه، ونتعرفوا على شنو هو هذا شنو غنعتبره الفيتامين، يعني كعنصر من العناصر المهمه الكوينتات ديالنا بطبيعه الحال، ومن العناصر الاساسيه. دكتور مصطفى، قبل ما ناخذ مكالمات المستمعين، كثير من الناس ربما ما كيركزوش على هذا الجانب ديال لو مونك دو فيتامين، او لو مونك ديال لي سيل مينيرو، او هذه الامور يعني اللي كيكون عندها واحد الارتباط وثيق بالصحه ديالنا.
شو مرات كنحسوا بداك العياء المفرط او الانسان ديما يعني ديما عيان ما قادرش يدير مجهود، كاين واحد النوع من الخمول. بصراحه من اللي كينصح الطبيب بممارسه الرياضه بصحيح النظام الغذائي بتناول بعض المكملات كتغير الانسان حياته الى بغينا نقولوا 360 درجه. ولكن ملي كنكونوا في هذيك المرحله ديال 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 الخمول تنقدروا نتجهوا مثلا للصيدليه وناخذوا بعض الفيتامينات او بعض المقويات او بعض لي فورتيفيون اللي كناخذهم هكا بشكل غير لحقه، ما خصنيش نفوت فيهم 6 شهور، الا خديتو 6 شهور نعاود نحبسو 6 شهور اخرى. نقاشات لا بغينا نقولوا عرفيه ماشي نعم طبيه. نعم لا صراحه الناحيه كانت من الناحيه الطبيه، هذوك يعني مع الاسف كنلاحظوا ان الناس كيلتجؤوا كثير للفيتامين بصفه عامه. يقول لك ما الشهية مقفوله ما كناكلش، بغيت شي حاجه اللي غتعطيني القوه الى اخره، كيمشيو يلتجؤوا للفيتامين، كيشو يعني من الصيدليه مباشره وكيستعملوها ربما واحد مده طويله. يعني لان ملي كنكتبوا واحد الدواء كيف ما كان الشكل ديالو كداو دراسات، ما يمكنش نعطي واحد الدواء ونعطي واحد المده واحد الكميه معينه وغادي يعني غادي نعطيها قمصه تلقائيه. الدواء كيتعطى للفيتامين مكملات غذائيه سي دي فيتامين داكور، ولكن راه حتى هما كيدوزو في الجسم، حتى هما يقدروا يكون مشكل ديال الاعراض الجانبيه كيدوزو على طريق الكبد. فهنا كاين واحد النوع واخا دي فيتامين ولكن تناولهم بواحد الطريقه عشوائيه كتقدر تدي المشاكل. يعني حسب الدراسات العلميه ما كاينش شي دراسه علميه اللي هي يعني عندها واحد اون بروف سيانتيفيك اللي كتبين بان هاد الفيتامين عندهم واحد الدور معين في واحد المكان معين. ربما الناس كياخذوا داك الفيتامين واحد الوقيته باش كيحسوا براسهم يعني دعم بسيكولوجي اكثر منه كيحس به اكثر. لكن وخصوصا انا كنعيش كثير مع الناس الكبار اللي كيفقدوا الشهيه، كيجيو الناس عطيه شي فيتامين، لي فيتامين ما عندهم حتى شي منفعه. باش نقولوا ناكدوا لي فيتامين بصفه عامه كيف ما موجودين في مجموعه ما عندهم حتى شي منفعه اللي هي زعما مؤكده علميا على جسم الانسان. نفضل اننا هاد الفيتامين فاعطي ياخذو من الصيدليه غنشوف لي النظام الغذائي ديالو، نصحو بواحد النظام غذائي معين كيتلائم مع الحاجيات ديالو، غنزيدو في لي بروتيين ولا نزيدو في لي فيتامين ولا نزيدو في لي سيل مينيرو على حسب مع استشاره مع اخصائي في التغذيه. هذا غيكون افضل ما نعطي واحد الاقراص اللي غيتناولها واحد المده اللي كيولي كياخذها مع ادويه اخرى اللي ربما هي اساسيه لا يقدر ربما يتخلى عليها لان العدد الادويه كثير. ملي كتعطي لي فيتامين وكتعطي لي لاكساتيف ديال القبط وكتعطي دواء المعده وكتعطي الدواء ديال الالم ربما هذا الشيء كثير كتكثر عليه الادويه اكثر ما غتعطيه الادويه اللي هي اساسيه ربما ديال السكري او ديال الضغط الدموي او ديال امراض الاعصاب والدماغ. فهنا كتجعل انك كتكثر لي الادويه وداك كثره الادويه كلها كتكون عندها اثر سلبي على صحه الانسان. نعم نستقبلوا مكالمات المستمعين ونوصلوا للدردشه. نعم. بطبيعه الحال دكتور مصطفى ناخذوا معنا من مدينه الدار البيضاء لالا ناديه. لالا ناديه مرحبا. مرحبا لالا، صباح الخير. صباح النور. لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يطول عمرك. صباح الخير دكتور. اخي لالا سلام. شكرا سيدي على هذا البرنامج. مرحبا. الله يخليك. نسول بالنسبه انا عندي 36 عام في عمري وبغيت نعرف يعني وكنحس ديما بالعياء، يعني كيفاش نعرف انا عندي نقص فيتامين دي؟ نعم فقط العياء فقط ولا كتحس بمسائل اخرى، شي الام ربما في المفاصل او في العضلات؟ وي ديفوا ماشي يعني ديما كاين بعض المرات كنحس بهذا الالام. نعم ما كتجيك شي نهجه او شي من القبيل من بعد في المشي او في الحركات؟ لا 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 واخا لا. سيدي بارك الله فيك. نعم مرحبا. على كل حال العياء كعلامه من العلامات فهو كيقدر شي واحد مجموعه ديال الامور، ما يمكنناش يعني العياء هو كتكون انسان اما في الحركه ديالو او ربما كيحس براسو فاشل من الصباح حتى الليل. فهذا اسباب جد متعدده لان فيها كاين واحد الفحص كلينيكي اللي الطبيب كيقوم به، ربما كاين مشكل ديال فقر الدم، ربما كاين مشكل ديال اختلالات في لي زهرمون، ربما الغده الترقيه، ربما مشكل ديال لا فيتامين دي بعض الحالات فعلا اللي كتكون ناقصه كثير كتقدر تسبب في هذا المشكل هذا، ربما مشكل نفسي المشكل عنده اعضاء اخرى ربما كالقلب، كيكون القلب يعني يكون مشكل في القلب او الشرايين كذلك. كنلاحظوا ان الانسان اللي كيبدا يتمشى كيبدا يعيا ربما واحد الخطوه بسيطه او كيبدا ينهج كيبدا يعيا. فبالنسبه لاختنا ديالي عندها 36 سنه فقط مشكل ديال العياء كنصحها تشوف طبيب يكون فحص كلينيكي ويطلب واحد مجموعه ديال التحاليل خصوصا في هذا السن هذا كنشوف نهتموا بشكل كثير على فقر الدم على مشكل ديال الغده الدرقيه وعلى مشكل ديال الفيتامين دي.
يعني دكتور ملي كنتكلموا على فيتامين دي، ربما السؤال ديال المستمع الكريم غيحيلنا شنو هو هذا الفيتامين. يعني هي قالت لك كيفاش انا نعرف بان الفيتامين دي ناقص عندي؟ نعم، فهو ربما باقي ما دخلناش في الموضوع تماما باش ما تكلمناش على فيتامين دي. الفيتامين دي باش كنعرفوا كنديروا تشخيص في المختبر، يعني كنديروا تحاليل خاصه باش نعرفوا الكميه ديال الفيتامين دي في الذات. وفعلا الاخت سوقي قبل تكلمنا علاش ما كانش كتعطي الاهميه، لان هذا لو دوزاج ما كانش كيدار من قبل. هذا لو دوزاج، هذه التحاليل الطبيه خاصه بفيتامين دي ولات كتعمل في السنوات الاخيره، فملي كنعرفنا شحال القيمه ديالها يعني الاهميه ديالها ولينا كان ولا دوز يعني كنقلبوا عليه كنلقاو انها ناقصه كثير. من هنا بدات الابحاث ملي يعني كنشوفوا هذا النقص على شنو العواقب ديالها في جسم الانسان. غير اللي سمعتي الاخت سكينه، لان ربما مساله مهمه جدا نعرفوا شنو هي الفيتامين دي اصلا، لان كتوطئه لهذا الموضوع الفيتامين دي اصلا شنو هي ومنين كتجي، هذه المهمه اللي خصنا نعرفوا. الفيتامين دي هي الاصل ديالها الكوليسترول. الكوليسترول تحت تاثير ديال الاشعه الشمس اللي تخافيو لي بي كتحول الى كوليكالسيفيرول، الماده ديال الفيتامين دي كتسمى كوليكالسيفيرول. المصدر ديال الفيتامين دي 90% هي اشعه الشمس، باش نتفقوا، لان النظام الغذائي مهم جدا. يعني كاين مجموعه ديال الاغذيه اللي فيها الفيتامين دي اللي خصنا نعطيوها الاهميه ونتناولوها بشكل منتظم، لكن خصنا نعرفوا انه رغم تناول هذه المسائل الغذائيه اللي فيها الفيتامين دي، اللي ما كناش كنخرجوا للشمس، اللي ما كناش كنعطيو الوقت الكافي للشمس، غادي واحد الوقيته غادي يكون عندنا نقص من الفيتامين دي، لان قلنا المصدر ديالها 90% او اكثر هو الشمس. فالكوليسترول في الذات على تاثير الزيوتخافيولي بي كيتحولوا لكوليكالسيفيرول اللي هي ماده الفيتامين دي. هذه الماده هذه كتمشي للكبد كتوقع على واحد الهيدروكسيلاسيون كتسمى لا 25 دروكسي فيتامين دي. فهاد 25 هيدروكسي فيتامين دي كتسمى لو كالسيديول. هاد لو كالسيديول من بعد على طريق الكبد كيمشي للكلي وكيتحول اون دوزيام هيدروكسيلاسيون كيتسمى لو 1.25 هيدروكسي فيتامين دي، هي لو كالسيتريول، هي لا فيتامين دي اكتيف، هي اللي كتولي عندها كتقوم بالواجب ديالها. فهي مراحل الجلد من بعد الكبد من بعد الكلي باش كتولي ذاك الماده اللي هي تقدر تقوم بالواجب ديالها اكتيف، يعني تقوم بالواجب ديالها. المهمه ديال هاد الفيتامين دي انها كتقدر تفيكسي الكالسيوم وكتديه يعني العظام لتقويه العظام، يعني صلابه العظام باش يعني باش ما يبقاش مشكل ديال الهشاشه من بعد. وكذلك المساله نقطه مهمه جدا هي تقويه العضلات وتقويه النسيج العضلي. مهمه انها كتقوي العظام ولكن كذلك الهشاشه او المشكل ديال العضلات. وبالتالي كنلاحظوا ان مجموعه ديال الامور كنقدروا نتفاداوها، كنتفاداو هشاشه العظام، كنتفاداو كذلك مشكل السقوط عند الاشخاص المسنين. فالاشخاص المسنين كنلاحظوا ان مع الوقت كيبدا العضلات كتبدا تنقص من القوه ديالهم، وتبين علميا انه ملي كنعوضوهم بلا فيتامين دي حتى العضلات ديالهم كيتقواو وكيوليو نتفاداو السقوط وكنتفاداو المشاكل اللي تقع من بعد. فهذه مساله مهمه اللي خصنا نعرفوها. فالمشكل كنقول انه العظام مهم جدا. بالنسبه للفيتامين دي كنعطيو عند الاطفال لان كتقوي قلنا العظام ديالهم وكنتفاداو مشكل ديال الغاشيتيزم اللي هو هذا المشكل ما بقيناش كنشوفوه الحمد لله، انه ولات هذه الجرعه ديال الفيتامين دي اللي كتعطى في سن مبكر عند الطفل وكتعاود مرات اخرى كتعطي عند واحد الخزان كافي من الفيتامين دي باش ما يوقعش مشكل ديال الاعوجاج وهشاشه العظام. كنتفاداو هشاشه العظام بصفه عامه عند الاشخاص، كنقوي العضلات، ولكن كذلك اخرى ان تبين علميا ان حتى الفيتامين دي كتدخل حتى في المناعه كتقوي المناعه، وبالتالي واحد المجموعه ديال الامراض المناعه الذاتيه يمكن انها بوجود الفيتامين دي غتكون ربما تكون اقل حده، ولا على الاقل ما غتكونش داك الخطوره اللي غتكون بها الانسان ما خداش الفيتامين دي. كذلك كتقوي الخلايا الدماغ. فالناس يعني كتساغول عندنا غول بروتيكتور ديال لي نيرون، دونك كتحافظ على لي نيرون، وبالتالي كنشوفوا ان يعني حتى من ناحيه لا فونكسيون انتيليكتويال نقولوا حتى من ناحيه الدماغ او من ناحيه يعني العمليه كيكون كيحافظ على الدماغ اكثر. والناس اللي عندهم مشاكل في الذاكره فيتامين دي كتساعدهم. ما نقولش ان اللي عطى لها فيتامين دي غادي تكون وقايه من مرض الزهايمر او من الخرف، لا، يعني الاسباب اخرى، لكن اللي عندهم المشاكل ديال الخرف او ديال الديمونس لا فيتامين دي كتساعدهم اكثر وكتحافظ على ما تبقى
على لي نورون. هذه مساله هي مهمه جدا. قلنا غادي نتكلموا ان شاء الله في الحلقه المقبله على الدور ديال لا فيتامين دي، هذه غير بعض الامور اللي هي اساسيه. ربما كاين ابحاث اخرى كتقول انها كذلك من ضمن يعني المسائل اللي كتجعل الناس تكون وقايه من لي كونسير كذلك. سورتو لو كونسير دو سان اي لو كونسير كولوريكتال ديال الجهاز الهضمي. فهنا كاين ابحاث بينت ان وجود الفيتامين دي كنوع من الوقايه من مجموعه ديال لي كونسير. لكن خلي ربما لان كاين امور اخرى يمكن نتكلموا على العز السكري، نتكلموا على الرئه، نتكلموا بعد على مجموعه ديال الوظائف الكلي. هنا نتكلموا على بالتفاصيل ان شاء الله الحلقه المقبله، لان مؤخرا يعني صدر كتاب اكثر من 360 صفحه كلها غير على فيتامين دي، وجمع مجموعه الابحاث. لان قلنا الناس تعطات اهميه كثيره، ولكن بعض الامور اللي هي ربما تقات الامور اللي غير صحيحه. فهذا الكتاب هذا جمع جميع الابحاث اللي درت الى يوم الى 2015، هو كتاب يعني يلا حديثا، وجمع باش يوضح بعض الامور. لان ما بغيناش نبقاو نتكلموا لكم صاغب كلام يعني بدون واحد الوثائق ولا واحد بروف سيونتيفيك اللي غتبين بان فعلا شي كنقولوا صحيح او لا. وربما لان التركيبه البشريه كتبقى معقده، يعني حتى النظام الجسمي ديالنا كيبقى معقد جدا، فاكيد انه حتى تعاملنا مع هذه الامور سبحان الله بمقدار معين كيخصها تكون في الذات، بطريقه معينه كيخصها تكون في الذات، فيتامين مع فيتامين يكمل كيكملوا بعضهم، يعني سبحان الله نوع من الاعجاز بطبيعه الحال. فاكيد انه ملي كنتكلموا على هذا الجانب هذا كنتكلموا على واحد الوقايه اكثر منها علاج. يعني الانسان خصو يوقي راسو بعدا في البدايه قبل ما يوصل للمرحله اللي كتستدعي فيها علاج وادويه ومجموعه من الامور. ولي سمحتي اختو، كاين انا تكلمنا عن المصدر الاساسي ديال الفيتامين دي هو الشمس 90%، وما تبقى هو من الاكل، يعني الامور اللي فيها لا فيتامين دي. وعلاش كنقولوا ان الاكل يعني مهم فعلا نردوا بالنا، ولكن كيبقى غير كافي. لان ملي كتشوف شنو من الامور اللي فيها لا فيتامين دي بزاف، السمك والبواسون غرا، يعني ملي كتشوف بحال الصومون لي ساردين، حنا عندنا في المغرب الحمد لله يعني بلاد متوفره لي ساردين مهم، لي ساردين لو ارينغ لو طون، هادو كاملين مهمين فيهم لا فيتامين دي. بعد كتشوف بحال الصفر ديال البيض هو فيه لا فيتامين دي، الحليب المقوى حتى هو فيه لا فيتامين دي، بعض الانواع من الجبن من الاجبان حتى هو فيها لا فيتامين دي. فمجموعه ديال الامور فيها، ولكن كتبقى ناقصه بالنسبه للحاجيات ديال الشمس. ملي كنقولوا نتعرضوا للشمس دكتور، يعني خاصنا غير تشوفنا الشمس، لانه كاين اللي كيقول لك خاص يعني الذات تكون مباشره مع الشمس، يعني ما نكونوش لابسين شي حاجه اللي ثقيله او اللي كتحجب الشمس. ولكن شي مرات يعني كتقدر تمشى مثلا في الشمس وانت بحوايجك العاديه ولا بحوايج سبور ولا واش هذه المساله هذه حتى هي كتعطينا هذيك المنفعه ولا كتعكس؟ لا يعني كاين باش الانسان ياخذ الكميه الكافيه من الشمس اللي كيحتاجها خاص يكون يعني ما يكونش واحد الحاجز، يعني ما يكونش واحد اللباس، خاص يكون يعني نقولوا معنا اليدين يكونوا معريين وكذلك الرجلين يكونوا معريين، يعني باش يشوفوا الشمس واحد الوقت معين في واحد يعني في واحد الظرف معين. يعني كنقولوا ان تقريبا 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقة في اليوم كافيه، حتى ما كانش ممكن يوميا نقدر نديروا ثلاثه المرات في الاسبوع، ولكن ولا بد انه الشمس نشوفوا الشمس اليدين ديالنا والرجلين ديالنا مهم باش يعني تكون اكسبوزي او سولي. شنو هو الوقت؟ يعني الوقت اللي ينصحوا به يعني المختصين انه بين 11 والجوج، الوقيته باش تكون يعني قويه. يعني اللي خرجنا في الصباح بكري الشمس كتكون باقا خفيفه، اللي خرجنا مع العصر الشمس كتكون بارده، فهي اللي منصوح به اللي هو واحد الوقت وجيز ديال 10 حتى 15 دقيقه على اكثر تقدير بين 11 وجوج، وفعلا نكونوا اكسبوزي، ماشي فعلا نخرجوا الشمس ولكن لابسين، لا خص يكون يعني الاماكن اللي هي اللي تحتاج الشمس قلنا اليدين المرافق وكذلك رجلين. نعم غنمشيو نستقبلوا مكالمتكم مره اخرى. معنا لاله فاطمه من الدار البيضاء، صباح الخير.
الو وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بونجور دكتور. بونجور استاذه. كنسلم عليكم كاملين وكنهنيكم بجميع البرامج والله يجازيكم بخير على جميع الاعمال وديما القمه. الله يطول عمرك. المهم باش ما نطولش الله يجازيك بخير. انا جافي ان كونسير دو سان بعدا كي جي 44 عام. المهم ما عندي لا ولاد لا والو دونك سوي سيليباتير وجافي ان كونسير دو سان وعندي دابا لانيمي وعندي لا فيتامين دي طايحه وافيك ان غواتر عندي ان تيرويد ملتي نودولير افيك ان غرو نودول جو بونس يمكن اكثر من 2 سنتيمتر جو بونس لاخاطش ما عنديش لي بابي اون مان وغراد 4 تيغاد 4 هادشي اللي بقيت عاقله عليه وكنت مطالبه باش ندير لوبيراسيون مي حد الان باقي خايفه ومني سولت الميدسان قالت لي راه عندك تحيدي لي غير لي نودول نحيدو غير لي نودول خلي لي لا تيرويد لاخاطش ديجا كنت محيدة لا بارتي غوش لو لوب غوش محيدة الاج دو 18-19 دونك لو لوب دغوا بليطو بقى عندي دابا غير لو لوب غوش لو لوب غوش هو اللي كول لي دابا هاد لي نوديول منين قلت لها حيدي لي غالي نحيد غالي نوديول قالت لي لا لي نوديول عندك داخل في لا تيغويد دونك يفو فيغ لابلاسيون ولكن دابا لي طاب سيشيك تاعي ماشي سهل هي ديما جو مونك دو موتيفاسيون ديما عيانة ديما مريضة ودابا كيما قلت لك جو سو تخيتمون ديال لا فيغيتين لا لو فيغ لا فيغيتين يلاه طلعت عندي يلاه ولات عندي دابا 23.96 وعندي الكوليسترول عندي التوتال عندي فيه 2 الاش دي ال عندي 0.61 ال دي ال 1.23 تريغليسيريد 0.79 ليموغلوبين عندي 5.9 لا فيتامين دي عندي 17.2 ولا تي اس اش عندي 1.33 قالت لي الطبيبه قالت لي راه عندك داك لا تيغويد المارش قالت لي راه المارش ميم هاد لو بروبليم راه عندك لوغمون راه مقاده قالت لي الله في لا موين المشكل اللي كيبان لي في لي زاناليز هو داك لو كوتي انفلاماتوار عندي لا بروميير فيتاس داك فيتاس دو سيديمونتاسيون بروميير اور عندي فيها 20 ولا دوزيام عندي فيها 40 دونك قالت لي راه سيغمون من داك لا تيغويد اللي خصكي تحيدي وانا ما نكذبش عليك انا ما بغيتش داك لا تيغويد نحيدها لان كنسمع بانك تكون عندك ايبو كالسيفيكاسيون وديجا الفيتامين دي عندي ناقصه وسؤال اخر الله يجازيك بخير هو واش لا فيتامين دي هي اللي كانت سبب تاعي في الكونسير لان كنسمع بان لا فيتامين دي كتخلي ملي كتكون طايحه كتخلي لو كالسيوم يتجمع يدير بحال شي بؤر يتجمع شي في دي زورغان بحال لو سان بحال جهه الودان بحال في دوك لي غلوند لانفاتيك دوك لي غونغليون اسكو سي فغي و كيسكيل فو فيغ المهم واش عنده علاقه بهذا الشيء تاع النسيان والمونك دو كونسونتراسيون لي طاب سيسيك والمونك دو موتيفاسيون وبالنسبه للعظام الحمد لله ما كيضروش عظامي ابار الا ما تمشيتش وما درتش لو سبور وما وبديت كنسوق بزاف بحال هكا كان كيضرني غير لو بادو هذا الشيء اللي كاين ما الحمد لله ما كيضرنيش عظامي الحمد لله جوسكا بريزون. نعم الله يشافيك ويعافيك. نعم جميل. وبالنسبه للحوت انا من صغري ما كنتش كناكل الحوت وما كنشربش الحليب. دونك دابا يلاه بديت كنرجع شويه للحوت وما لي برودوي لي تيل خويا كناكلو من الجبال فرماج وداك الشيء مي الحليب بالذات ما عنديش معاه والحوت ما كانش عندي معاه دابا يلاه داغني مغمو وليت كنديرو في الفران كنبزو على راسي وصافي. بالنسبه للسرطان ديال الثدي حاليا في المتابعه يعني الحمد لله عندي كنكون الحمد لله ديما مزيان عندي دوك لي ماركور كيكونوا عندي في لاموين المهم مزيانين وكان عندي غير كانت عندي اون تومور اللي في لو غراد جو بونس لو غراد 3 لا لو غراد 2 تاي 3 لا طاي كانت عندي كبيره ولو لو غراد 2 ما كانش عندي الحمد لله لي غونغليون كانوا عندي 0/19 كيف ما كانش عندي ميتاستاز الحمد لله جوسكا بريزون ما كاين والو الحمد لله جو في لو كونترول وكنحاول نقاد في النظام ديالي ديال الغذاء وبالنسبه للغذاء وبالنسبه حتى الخدمه اللي كنت خدامه حيتها لان كان عندي جيتي ترو ستريسي دابا جو ترافاي بلو ومالغري سا جو مسون با بيان المهم في ليتاب سيتيك تاعي جو مسون با بيان ولكن بالنسبه لو سان حيدوا لي غير لا تيمور ما تحيدش لو سان كامل. داكور الله نشوفك علاش وهادشي ديال التفاعي والله يشافينا ويشافينا امين يا رب يشافيكم بخير ولاله يعطيكم العافيه وكنحييك لاله فاطمه على القوه ديالك الله يحفظك الله يخليك ديما معنوياتك تكون مرتفعه الله يعطيك الصحه دابا راه معنويات طالعين واخا مره كاين هذيك الدميعه تاعتي قريبه ولا لا 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 كتبان لي ما كاين حتى شي حاجه تهرس مره بحالك زعما شابو جو تيغ شابو تبارك الله عليك
الله يعطيك الصحه. كنشوفوا لي اكثر منا الحمد لله. الله يشافيك ويعافيك يا رب. الله يشافيك ويعافيك ويشافي جميع المرضى يا رب. مرحبا بلالا. مرحبا مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا. صباحك مبروك. تفضل دكتور. الوغ بالنسبه لفاطمه دونك في حقها يعني النظره اللي خصنا التعامل ديالنا مع مدام فاطمه خصو يكون واحد النظره الشموليه لانك ملي كتكلم مجموعه المشاكل يعني اللي واحد الوقيته ربما انسان بهذه المشاكل هذه ما بقاش عارف منين غيبدا ومنين غيسالي. لا كتكون واحد النظره شموليه فين كاين المشكل الاساسي. انا سولت المساله التاليه الاولى هي المشكل ديال السرطان الثدي بما الحمد لله كان علاج وكاين متابعه حاليا وتم تشخيصه في البدايه ما يوصلش للحاله لانه وقعوا تكون ذاك المؤسسات او انتشر الورم لاماكن اخرى فالحمد لله في البدايه السرطان فواحد الساعه مستقر مزيان لكن كاين مشاكل اخرى كثيره تكلمت على فقر الدم تكلمت على نقص فيتامين دي تكلمت على المشكل ديال الغده الدرقيه اللي فيها مجموعه ديال الاكياس اللي واحد الحجم معين فهنا كل حاجه خصنا نعطيو وقتها كل حاجه خصنا كيفاش نتعاملوا معها سينو غادي الانسان حتى يعني المريض اللي كثرت عليه الامور غادي حتى نفسيا غادي ما يبقاش عارف اصلا منين غيبدا منين غيسالي وغادي يكون واحد التاثير نفسي اللي هو سلبي فهنا كنشوفوا الحاله ديال فقر الدم لان فقر الدم كتقول لي نقول به 5.9 فهو ناقص بشكل كثير ما يمكنش انا فقط نعطيها الدواء اللي هو خصنا اولا نعرفوا واش نقص من الحديد او نقص مسائل اخرى لان ماشي فقط ماشي اي واحد عنده فقر الدم اللي تكلمنا عليها ايمان وتكرم ماشي اي واحد عنده فقر الدم راه نقص الحديد كاين اسباب اخرى متعدده اسباب كنا اكثر من 80 سبب ديال فقر الدم فهي موجود كثير سواء التهابات سواء نقص في الفيتامين سواء مشكل في الكلي سواء مشكل في الامتصاص ولا الامعاء فمشاكل كثيره وكثيره جدا فاول حاله هي نعرفوا فقر الدم شنو السبب ديالو واش نقص في الحديد او نقص في الفيتامين بي 12 او في الاسيد فوليك او مشكل ديال مالابسوربسيون انتستينال او مشكل في الغده الدرقيه قالت ان الغده الدرقيه لا تيساش عاديه فعلى كل حال خاص واحد التشخيص هذه النقطه الاولى ماشي غير نجي نعطيو لو فيغ اللي كان نقص في الحديد فعلا نعطي لو فيغ ما نكتفيوش فقط بالعلاج بلو فيغ خصنا نبحثوا على السبب واش ما كاينش انسينيمون واش ما كاينش واحد النزيف ربما هو اللي كيتسبب لنا في هذا المشكل ديال فقر الدم او مشاكل عند النساء ديال الحيض فهذيك او مشاكل اخرى يعني واحد النزيف اللي كاين ربما ما كيكونش حس الشخص كيكون بسيط ومع الوقت هل واحد الروبيني كتحلو كيبقى ينقط بشويه 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 اللي ما كانش واحد سوليسيون غادي عالجناه واخا غنديرو داك الصلاه نجمعو الماء ما كافيش فخصنا نلقاو يعني السبب نعالجو هذه المساله الاولى المساله الثانيه تكلمت على الغده الدرقيه لقات فيها دي نودول ديجا حيدت واحد يعني لو لوب دغوا اليمين وبقى لو لوب غوش لو لوب غوش فيه دي نودول وفيه واحد النودول اللي هو واحد الحجم ديال الكفاية 2 سنتيمتر وفي المعايير ديال ليكوغرافي كيعطيونا واحد لا كلاسيفيكاسيون كنا تكلمنا عليها ملي تكلمنا على الغده الدرقيه وعطيونا تيغات 4 يعني تيغات 4 بهذا الحجم هذا النصيحه ان فعلا تحيدو ما تخليش نهائيا لانه هو براسو يقدر يخلق لنا مشكل ويقدر لا قدر الله يكون لنا كونسير احتمال كاين ديال 15% ولكن ما نخليوش هذا الاحتمال ما نبقاش نشوفوه ونراقبوه في هذه الحاله خصو يتحيد ما كاينش علاج خصو يتحيد خص عمليه جراحيه تحيد ونشوفوا شنو السبب ديالو واش اللي كان بسيط فما ما كتكون فقط مراقبه كان ورم خصو يتحيد ويتم العلاج ديالو المساله الثالثه لا فيتامين دي ناقصه فيتامين دي ناقصه فعلا هي قالت ان النظام الغذائي ديالنا ما كانش متوازن ربما كان ما كانت كتخرج الشمس فهنا اللي كنصحوا كنعطيو جرعات ديال لا فيتامين دي غنتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقه المقبله شنو الادويه اللي شنو يعني الادويه اللي كنصحوا بها في فيتامين دي يعني واش اقراص ولا ذوك الجرعات اللي كيتعطاو والكميه والطريقه وكيفاش تخرج غنتكلموا عليها لان قلنا اليوم غير كتوطئه توطئه الموضوع لان الموضوع كيستحق نتكلموا بشكل كثير ونعطيو الاهميه اللازمه لان كلشي كيتكلم على فيتامين دي وحنا كيجيو عندنا بعض المرضى كيقول لك طلب لي تحيد الفيتامين دي وسولو واش كتحس بشي حاجه دونك غير باش نطمئن وفعلا كنديرو كنلقاو ان مساله ما قلناش ان تقريبا 80% ديال المغاربه عندهم لا فيتامين دي ناقصه بلد مشمس و 80% ديال الناس عندهم لا فيتامين دي ناقصه علاش؟ لان النظام الغذائي ديالنا غير متوازن وثانيا مهم جدا واخا الشمس كاينه ما كنعرضوش نفسنا شكون فينا اللي كيخرج هذه الطريقه اللي قلنا على الاقل 3 مرات في الاسبوع 4 ساعه هو اكسبوزي او سولي ماشي خارج لابس حوايجو يكون اكسبوزي يكون يعني يشوف الشمس والده ديالو تستافد من الاشعه ديال الشمس مع الاسف ما كنخرج للشمس ما كنعطيوش الوقت الكافي للشمس الحاله النفسيه ديالها فعلا لان مجموعه المشاكل الصحيه وهذا الشيء قلنا ان المشاكل الصحيه كثير كتاثر على الحاله النفسيه وكنصحها انها تشوف اما تشوف الطبيب ديالها اللي غيعطيها الوقت الكافي
باش يسمع لها ويطلع لها شويه المعنويات ديالها، او وليد هذا الدور ان تشوف طبيب اخصائي نفساني يعني بسيكولوج اللي غيسمع لها وغادي يقوي لها النفسيه، لان فعلا عمليه جراحيه ديجا هي خضعت عمليات لا من ناحيه الغده الدرقيه ولا من ناحيه الثدي، فهنا كاين عمليه اخرى فخص واحد النوع ديال يعني التهيئ الجانب النفسي اللي غيساعدها، لان كنصحها انها ما تعطلش من ناحيه الغده الدرقيه، خاصها يعني تقوم بالعمليه الجراحيه في اقرب وقت. نعم. ناخذ مكالمه مواليه دكتور، هذه المره من مدينه مكناس. لالا امينه صباح الخير. السلام عليكم لالا. صباح النور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا لالا. الله يطول عمرك لالا. صباح الخير دكتور. صباح الخير لالا. اهلا وسهلا. انا سيدي بغيت باش ما نطولش عليكم، عندي نقص لا فيتامين دي. نعم. عندي سيدي لا غامير جي تي ديال الكبد طالعه عاليه. عندي 132 لقيت فيها. وعندي لا سياتيك، وعندي في ثقب المعده، وعندي لاكتروز في عنقي، وبزاف هاد الحوايج كيأثروا عليا، حتى كتحس بواحد البروده بزاف في ذاتي، حتى كنلبس وكنحس براسي مازال محتاجه نسخن، لان واخا في الشهور ديال الصيف كنحاول الناس كيحاولوا يقلبوا على البروده، انا كنحاول نزيد نسخن. وهذا هو المشكل اللي عندي. البالونمون ديال نصران الكبير دائما عندي. شحال السن ديالك لالا؟ عندي 43 سنة سيدي. 43 سنة، ما عندكش مشكل السكري ولا؟ عندي السكري النوع الثاني. النوع الثاني. ولا طونسيون دائما كتكون نازلة عندي. نازلة، الوزن كيداير؟ الوزن هو عندي 75 كيلو. والطول؟ الطول 158. 158. داكور. كتناول بعض الأدوية ملي كيكون هذا الألم تكلمتي على السياتيك، كتناول شي أدوية ديال المسكنات ربما لي زونتي انفلاماتوار؟ حاولت ما ناخذهمش، ولكن هاد ليامات خديت اونتي انفلاماتوار سيبو، ولكن كيديروا لي بزاف لا دياري ومعدتي كضرني، صافي درتهم جوج مرات وحبست. وبالنسبه لا فيتامين دي كنخرجوا لي واحد الدواء باش ناخذه من فرنسا، وليت استعملت واحد فيتامين دي 3 5000 ديال الولايات المتحده. هذا هو اللي خديت. داكور. من ناحيه الكاماجيت اللي طالعه واش درتي شي تحاليل باش تشوف ما كاينش مشكل ديال ليباتيت؟ لا ما عنديش. ما عندكش التهاب الكبد؟ نعم. لا. بي ولا سي؟ كان قال لي على التدخين، واش كتدخني؟ قلت له لا، ما زعما ماشي من ذاك النوع، ولكن ما عرفتش علاش عندي هكذا طالعه. وما درتيش الفحص بالصدى الليكوغرافي بالنسبه للكبد ديالك؟ ما شافوش الشكل ديال الكبد؟ ما تكلموش انها الكبده شويه مشحمه؟ قال لي عندي الدهون في الكبد. نعم. داكور لالا. مرحبا. مرحبا لالا. تفضل. كذلك هنا بالنسبه للاخت مكناس فعلا مجموعه من المشاكل، فعلا كل حاجه خصنا نعطوها الوقت ديالها باش ما نطولوش بشكل كثير. هي ربما المساله اللي مقلقه كثير ذاك الارتفاع ديال واحد لونزيم ديال الكبد، كماجيتي مرتفع عندها. هذا المشكل هذا كنلاحظوا، ربما نظن حتى نخصوا ليه حلقه بوحده، لان مشكل كنلاحظوا بشكل كثير عند الناس. الاسباب متعدده، كأسباب متعددة كثيرة جدا، غير باش نلخصوا أنه أول حاجة ما عندهاش مشكل ديال الهيباتيت، الحمد لله الهيباتيت بي أو سي ما كايناش، ما كاينش الحجر في المرارة ديالها، ما كاينش حجر في داك يعني في لي كانوبيليير ديالها في الكبد. كاين مشكل ديال السكري، وكاين مشكل ديال ارتفاع ديال الوزن أو السمنة، هادو من الأسباب ديال ارتفاع ديال الكاما جيتي. والدليل انه فعلا قال ملي سولت على الليكوغرافي فعلا بدا عندها مشحمه، كتسمى لاستياتوز هيباتيك، هاد لاستياتوز هيباتيك كتعطينا اون كاما جيتي كي الفي، كطلع على هاد الانزيم ديال الكاما جيتي، وبالتالي خاصها الوقايه، خاصها تنقص من الوزن ديالها، خاصها ترد بالها من الاكل، خصوصا اللي فيها الدهون ترد بالها بشكل كثير، تقوم يعني بواحد يعني تمارين رياضيه منتظمه باش تنقص الوزن باش تحافظ على الجسم ديالها، وان شاء الله الكبده غادي تنقص داك المشكل من الكبد، داك الشحمه اللي في الكبده كتجي عندنا لاكاما جيتي كطلع، هذا باب الوقايه ان تصحح النظام الغذائي ديالها وتتحرك وتتمشى بشكل كثير ودير رياضه بشكل كثير باش تاخذ واحد الوزن اللي هو كيناسب الطول ديالها، لان عندها تقريبا زياده ديال 12 او 15 كيلو. كذلك تفادى بعض الادويه اللي هي كتقدر تضرب الكبده، كتكلمنا على لي زونتي مضادات الالتهاب، لي زونتي انفلاماتوار، تحاول تفاداهم، لان عندها سياتيك كضطر انها تاخذ الادويه، وهاد الادويه براسهم كيقدروا يطلعوا لا غاما جي تي كيكون عندهم تاثير على الكبد، فنحاولوا ان تتفادى هاد المسكنات ولا تاخذهم بواحد الكميه اللي هي قليله، وتشوف اخصائي ديال الامراض الروماتيزم كذلك. بالنسبه للفيتامين دي تناولت واحد الجرعات
وغنخليو ربما الحصه المقبله باش نتكلموا على الاقراص، شتو الكميه ديالهم، جرعه شتو الكميه ديالهم، واش يتخذوا مره في 15 يوم، واش يتخذوا مره في الشهر، واش يتخذوا مره في السيمانه، لان على حسب الدوزاج اللي عندنا. كاين اللي كتسول كيقول لك ناخذ جرعه مره في الشهر، واحد اخر كيقول لك ناخذها مره في السيمانه، لان على حسب ذاك الكميه، على حسب النقص في المواصل، وعلى حسب كل جرعه شنو الكميه ديال لا فيتامين دي. كاين اللي فيها 5000 معدن الشمغيط، كاين اللي فيها 25000، كاين اللي فيها 100000، كاين اللي فيها 200000. دونك حنا غنتكلموا ان شاء الله المره الجايه باش نعطيو التفاصيل، الكميه والطريقه والوقت اللي غتخد فيها لا فيتامين دي. نعم. ناخذوا معنا مكالمه مواليه دكتور دائما مدينه مكناس. لالا مريم صباح الخير. صباح النور لالا. مرحبا. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. بارك الله فيك. اذا اللي كتلقى المكالمات. تفضلي. الله يخليك. بغيت نسولك، انا السن ديالي 32 سنه. ملي كانت عندي 23 عانيت من نقص فيتامين دي. المهم انايا ديجا عندي ان بروبليم في الجلد اللي كنتروم. وان فوا كنتعرض للشمس. شنو عندك في الجلد؟ ما سمعتش. ليكن. ليكن بلون، نعم. وي، اون فوا نتعرض للشمس خصني ان تريتمون ديال لي كورتيزون ديال 6 موا. نعم، مشكلة. يعني كنتحرق، داتي كلها كتحرق. دونك بقيت كنعاني من هذا المشكل، وجاتني اون ديبرسيون من بعد، لقيت بان عندي لا تيغويد. حيت لا تيغويد، دونك اون فوا عاوتاني حيت لا تيغويد، وقع لي واحد لا شيت ديال لا فيتامين تي. اسمح لي، حيت علاش حيتي لا تيغويد؟ لقيتي الغده الدرقيه، شنو المشكل فيها؟ كانت فيها شي اكياس دي نودول، ولا كان فيها كتشرب بشكل كثير؟ كان عندي نودول فيها بزاف. نعم. وكان عندي الكبر ديالها شي 6 سنتيمتر. حجم كان كبير. وي، كان كبير وكان كيخنقني بزاف. نعم، داكور، كومبريسيف. فاش وقع لي شويت ديال فيتامين دي، وقع لي واحد لو شيت دو بوا، كنت كنوزن انا 73 كيلو، وليت كنوزن 56. 56 كيلو، وعندي ديك كناخذ ديك الفوتيروكس 125. ما نذكروش الله يخليك غير الانواع ديال الادويه. تفضلي. دي زهرمون تيرويديان. نعم. المهم برضو صافي، بقى لي دابا واش يعني سمعت بان هذا المشكل كيدي لها شاشه العظام، وانا ديجا يعني ديما عندي لي دولور في مفاصلي، خصوصا في عنقي. ما عرفتش دابا انا شنو ندير. نعم، لا واخا نشوف. خصوصا ديك المشكل ديال الشمس، يعني ما كنقدرش نتعرض انا للشمس نهائيا، يعني تصف يعني امبوسيبل نمشي للبحر، نمشي لشي بلاصه هكا، خصني حتى فاش نخرج حتى نور المغرب. نعم. يعني اون فوا الشمس سيتادير ناخذ لي كورتيزون. مرحبا. شكرا. مرحبا. الوغ دونك هذا المشكل بالنسبه للاخت مريم، مشكل ديال المرض في الجلد كيتسمى ليكين بلون، وفعلا هو مرض اللي هو كيتفاقم مع يعني ليكسبوزيسيون او سولي، يعني كيخرج للشمس، الشمس كتعندها واحد التاثير سلبي على الجلد، وكتجعل ان هذا المرض كينتشر بشكل كثير، بحال القضيه ديال البسورياسيس او بعض الامراض اخرى ديال الجلد اللي ما كيتحملوش الشمس، وكنحاولوا او بعض الامراض اخرى ديال المناعه الذاتيه كالو لوبوس، مرض الذئبه الحمراء، ثعلبه. فهنا كنحاولوا ان فعلا كيكون واحد الفوتو سنسيبيليتي، والجلد كتاثر بشكل كثير بالشمس، فكتكون ملي كيخرج الشخص اللي مصاب بهذه الامراض كنطلبوا منه يدير ان اكرون. فهنا بالتالي حاجه طبيعيه ان الواحد ما كيخرجش الشمس غادي يتعرض لمونكون فيتامين دي، لان قلنا 90% ديال المصدر ديال الفيتامين دي هو الشمس. ربما تكون نشوفوا النظام الغذائي ونصحوا بواحد النظام الغذائي اللي غيجيب واحد الكميه من الفيتامين دي، لكن كتبقى كما قلنا غير كافيه للحاجيات ديال الشخص. انا شنو كنديروا في هذه الحالات، لان كاين الحال ديال الامراض ديال الجلد، وكاين كذلك بالنسبه للاشخاص المسنين اللي ما كيخرجوش بزاف. كان واحد مجموعه ديال الاشخاص المسنين اللي الحاله الصحيه ما بقاش تسمح لهم ان يخرجوا بزاف، كيبقاو في البيت ديالهم، وما كيكونوا اكثر عرضه. في بعض الابحاث في لي ميزون دو روتريت في اوروبا، لقاو ان 90% ديال الاشخاص المسنين اللي في لي ميزون دو روتريت عندهم مشكل ديال نقص في الفيتامين دي. شنو كنديروا؟ كنعطيو هذه الجرعات ديال لا فيتامين دي اللي محتاج هدات، بحال كنعطيو انس، بحال كنعمروا لو ريزيرفوار. السياره نقصت ما بقاش فيها ليسانس، كندوزو كنعمرو باش نقدروا نخدموا بها واحد المسافه واحد المده. بنفس الشيء داك لا فيتامين، داك الجرعات كنعطيوها كوقايه باش ما تكونش لنا مشكل فيتامين، ماشي ناخذوها مره او جوج او اربع مرات ونحبسوا، لا، كتخد واحد لا دوز دو شارج، كنعطيو كميه قويه، ومن بعد كنعطيو اون دوز دونتروتيان، كتبقى تخد تقريبا مره في 3 شهور على حسب الكميه ديال لا فيتامين دي اللي غنستعملوا. فكنبقى الناس اللي عندهم هاد المشاكل هادي كيبقاو ياخذوها مدى الحياه، ما يجيوش يقطعوها باش نتفاداو هاد المشكل ديال النقص في الفيتامين دي. ودي النصيحه اللي عطات الاخت مريم،
ان تبقى تناول هذا الفيتامين دي بطريقه مستمره باش ما يبقاش لنا مشكل من بعد. الوغ مشكل ديال لا تيغويد فابو بعدا غادي جرنا يعني ياخذنا الوقت اكثر. فالمشكل ان حيده الغده الدرقيه كتستعمل لي زورمون تيغويدين اللي ذكرت الاسم ديالهم. خاص تبقى المتابعه ديال لا تي اس اش لان ما خاصش ذاك لي زورمون يكونوا كثار باش ما يؤديوش لنا الافراط في لي زورمون يعني ليبر تيغويدي او في النقص في لي زورمون في ليبو تيغويدي. فهنا المتابعه مع الطبيب الاخصائي ديال الغدد والسكري يقدر يتبع معها باش يعطيها لي دوز ديال لي زومون اللي غتحتاجها ديالها. نعم دكتور مصطفى شكرا جزيلا لك واكيد انه الموعد متجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل. حديثنا عن الفيتامين دي جرنا المشاكل المعقده وباقي ما قلنا وباقي ما قلنا عليه ان شاء الله في الاسابيع المقبله غادي نتكلموا غنوصلوا الدردشه ديالنا سلسله من الحلقات على الفيتامين دي. كنتمنوا الشفاء العاجل لكل المرضى يا رب. ومشكور جزيل الشكر الدكتور مصطفى الودغري اخصائي في الطب الباطني وطب المسنين على كل المعلومات اللي كتقسمها معنا. شكرا لك. كنشكر سعيد عقال رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه جوي استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا.